هذا وأعرب عدد من المكرمين والحضور بسعادتهم بهذا التكريم من قبل جلالة الملك المعظم أيده الله. جلالة الملك دائما داعم لنا، وهاي التشريف والتكريم اليوم مو شيء غريب عليه، طبعا دائما هو يكرمنا ويذكرنا وداعمنا، واحنا احنا كبحرينيين دائما نتطلع ان نكون خادمين للوطن وطبعا معطائين للوطن، والله يقدرنا وان شاء الله ونعطي وطننا اللي يستاهله. واتشرف اني انا اكون في هذا الموقع العظيم، في هذا الاحتفال العظيم، وتشرفت بغاية الشرف اني استلم الوسام من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. وأتشرف دائما وأشكر الله كل يوم بأننا في هذا البلد العظيم الآمن المتطور، ونهج جلالة الملك الله طول عمره ويبجيه في التنمية الشاملة، وأصبحت مملكة البحرين اليوم دولة مشهورة ومهمة في المجتمع الدولي، ولها تكن كل الدول الاحترام، وهذا مدعاة للفخر والاعتزاز. وإن شاء الله ننطلق كلنا كأسرة واحدة براية واحدة تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. أشكر جلالة الملك على هذا التكريم، وهذا التكريم شرف لنا وأنا عاجز عن التعبير، وشكرا. وهاي شيء بسيط حق وطننا الغالي البحرين. أشكر جزير الشكر لجلالة الملك المعظم وولي العهد رئيس الوزراء على الدعوة اللي عطونا إياها، وهذه صراحة حافز لكل واحد وكل بحريني في مملكتنا الحبيبة مملكة البحرين. بداية أنا أحب أتقدم إلى المقام السامي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة تفضله ومنحه لنا وسام العمل الوطني. هذا التقدير الملكي اللي يحط علينا مسؤولية مضاعفة من أجل مضاعفة جهودنا وسعي الحثيث لخدمة هذا الوطن الغالي وكل من يقيم عليه. إحنا نقدر نقول النهاردة إنه البحرين في عيد، وكلمة جلالة الملك يعني وسط الأفراح لم ينسى أبدا شعب فلسطين وأهل غزة الكرام، ودعا من كل قلبه أنه يكون شعب فلسطين له دولته وله عاصمته القدس. بهنئ جلالة الملك بالعيد الوطني وعيد الجلوس، وتهنئة أيضا لكل شعب البحرين من الكبير إلى الصغير. حقيقة احنا في البحرين محظوظين سنويا بهذا الحفل وهذا التكريم لرواد العمل الوطني الذي يعطي حافز لجميع أبناء البحرين لتقديم المزيد والمزيد في خدمة ملكنا المعظم وخدمة مملكتنا الغالية. وهذا ليس بقريب على تاريخ مملكة البحرين والعائلة المالكة وكل من سار على هذا النهج في تكريم أبناء البحرين وتحفيزهم لتقريب المزيد والمزيد في خدمة مملكتنا. تشرفنا اليوم بدعوة كريمة من جلالة الملك بحضور احتفالية العيد الوطني، وإحنا يعني هذه المناسبة تأتي كثير قريبة على قلوب المواطنين وعلى قلوب شعب البحرين. وتشرفنا أيضا أن احنا شفنا مجموعة من المتميزين من البحرينيين اللي قام تكريمهم جلالة الملك، وهذا يدل على شيء، يدل على حرص جلالة الملك على تكريم المواطنين المجدين، وإن شاء الله يعني من هذا إلى أعلى، ونتمنى التوفيق والنجاح للكل، ونتمنى الازدهار والتقدم لمملكتنا الحبيبة. بني أنا أشكر جلالة الملك المعظم بهذه الدعوة الكريمة لحضور تكريم رواد العمل الوطني في البحرين. التكريم هذا تأكيد على قرب جلالة الملك من شعب البحرين والشباب والجميع. سعدت اليوم بتواجدي في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، اليوم الوطني البحريني، وفي احتفالية تكريم رواد العمل الوطني. دل على قرب جلالة الملك من شعب البحرين، من هذه الكفاءات الشبابية التي لها دور كبير في بناء هذا الوطن. أتمنى لهم كل التوفيق والنجاح،
ودامت الأفراح على مملكة البحرين. تكريم جلالة الملك اليوم للكفاءات الوطنية ورواد العمل الوطني ليست بغريبة على جلالة الملك، وهذا يدل على تقدير جلالته للشباب البحريني والكوادر البحرينية والكفاءات البحرينية، ويعني التي تأتي تزامنا مع أعياد مملكة البحرين هذا العام.